يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دفع شخص لشخص آخر مبلغا من المال والثاني موظف ليسهل له أمرا هو من حق الدافع، فهل هذا المال حرام على المدفوع له فقط ولا شيء على الدافع؟ لا، ما يجوز لا للدافع ولا للمدفوع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية، والراشي هو دافع الرشوة والمرتشي هو الذي يقبلها، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.